خبر بوتين في هذا عاجل، الكلام. الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات فوق جنوب لبنان يطالب فيها السكان بإخلاء أماكنهم والتوجه شمالا لمواقع أكثر أمانا. يبقى تبحث عن اتساع دائرة الصراع، وده مش مطلب أمريكي. تواجد القوات المسلحة الأمريكية المتمثلة في الاثنين حاملة طائرات والغواصة اللي موجودة، كانت موجودة لتحجيم القتال وإيقاف دائرة وإيقاف اتساع دائرة الصراع. لكن ان اسرائيل تبتدي تظهر هذا او تبدي هذا، لا، ده تطور نوعي في الموضوع، والخبر العاجل ده ايا كان مصدره لازم نتوقف امامه كثيرا، لان ده دلاله على اتساع دائره الصراع. حزب الله مش هيسكت، وايران مش هتسكت، والعراقيين ابتدوا يتعاملوا مع ايلات من منذ لحظات. العراقيين بيعملوا عمليات نوعيه في ايلات، والحوثيين بيستهدفوا ايلات من هناك من اليمن. لا، الموضوع كده هيتسع الدايره. يعني الحرب ممكن تتمدد لدول اخرى، لو ربما اسرائيل ليس ما فقط وقفتش. اذرع ايران. يا فندم، ربما ليس فقط اذرع ايران. ده ليست اذرع ايران فقط، ولكن دول اخرى ممتده تستطيع الاستمرار، لان لا، العالم ابتدى يستنفر، لان ما يحدث في العالم الان من ثوره ضد الطغيان الاسرائيلي على الفلسطينيين اصبح ظاهر وملموس. روسيا يعني روسيا والصين فين في ما هو الموضوع؟ دي علامه الاستفهام. لسه الصين طالعه امبارح بتتكلم، او اول امبارح. لا، انت كنت فين من الاول؟ انت ليكي دور ودور فعل ومؤثر، ليكي علاقات مع اسرائيل. ما احنا النهارده معلش انا محتاجك، محتاج الصين وروسيا كانوا يعملوا دور اوسع من كده واكبر. روسيا يوم 18 تحديدا ابتدت تتكلم وعملت قرار ضد ايقاف اطلاق النار اللي كان في مجلس الامن، وخمس دول بس اللي وافقوا عليه، اللي هي الصين وروسيا والامارات والجابون وموزمبيق، واربع دول رفضوه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وانجلترا واليابان، وست دول امتنعوا عن التصويت من اجمالي ال 15، ده اللي 15 مجلس الامن. ده الموقف الاولاني 18. روسيا عملت ده الموقف الوقفه الايجابيه اللي كانت ظاهره وباديه، لكن المشهد كان يتطلب اكتر من كده. انت من مصلحه روسيا، وانا بقولها وبصراحه وانا المسؤول عن هذا الكلام اللي بقوله، انها استمرار دايره الصراع في غزه من قبل اسرائيل على غزه بتنسي العالم ما يحدث في اوكرانيا. وبالتالي من مصلحه روسيا استمرار العمليات العسكريه، فعشان كده دخولها دخول بطيء، دخول مش متزن، دخول مش الواجب على تعمله سواء هي او الصين. ودائما نتوقف، يجب ان نتوقف امامهم كثيرا، لان لكم دور احنا بنقدر وبنمجد وبنعظم دوركم، وفي اطار النظام العالمي الجديد اللي احنا عايزينه المتوقع في صورة التكتلات احنا عايزين نستشرف بيه ونستشهد بيه. لكن اللي انا شايفه من الاثنين، لا، مفيش اي عنصر فاعل في هذا الموضوع. انتوا بتدوسوا على نواحيكم مشاكلكم، سايبين المشكله دي، انتوا لكم مصالح في المنطقه، المصالح دي لازم تتاثر. وجود العناصر الامريكيه في المنطقه ده ضد مصالحكم مش مع مصالحكم، فلازم كل يطلع بمسؤولياته. لما السيد الرئيس قال هذا الكلام يجب اطلاع كلهم بمسؤولياته في كلمته اللي قالها في القمه العربيه بالامس، وبيقولها من اول يوم، يجب ان يكون حل الدولتين هو الحل الانسب لهذا الموضوع، والقضيه يجب ان تكون برمتها ليس غزه او القطاع لوحديهم او القدس او عوده اللاجئين او ما شابه، لا، لازم تكون قضيه متكامله برمتها هي اللي نتناولها. دي مطالب مصرية منذ البداية وعلى مدار التاريخ. ولو استشهدت عشان نقول دور مصر عبر التاريخ ودورها ايه، هنبص نلاقي ان مصر ماشية متسلسلة منذ البداية. اول يوم، اول ما حدث اللي حدث ده وابتدى العدوان من اسرائيل على غزة، وقف السيد الرئيس وقال يجب ان تتوقف اسرائيل عن اطلاق النار، لا يمكن ان نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية. لازم نوقف التهجير. ده الكلام ده في اول يوم، والناس كانت مستغربة لسه مفيش تهجير ولا يعني مش تصريحات لنتنياهو الان للان بي سي، سيكون هناك تحقيق في هجوم حماس على اسرائيل وجميعنا نتحمل المسؤولية عنه. ويمكن ان يكون هناك اتفاق محتمل لاطلاق سراح الرهائن. لم نوافق على وقف الاطلاق النار، وما قمنا به هو الموافقة على هدن انسانية لمدة ساعات. وهيئة البث الإسرائيلية بتقول ارتفاع عدد المصابين جراء قصف مضاد للدبابات في الجليل الأعلى إلى 14 حالة، بعضهم حالات حرجة. رئيس الأركان الإسرائيلي يصرح فشلنا في حماية المستوطنات من هجوم 7
أكتوبر ولم نستعد لهذا السيناريو. وزير الدفاع الإسرائيلي لعائلات المختطفين: ليس لدينا جدول زمني للحرب ومستمرون حتى تحرير المختطفين. يعني نتحدث بالتفصيل حول هذه الأنباء العاجلة وهذه التصريحات، ولكن بعد الفاصل.